أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. قد أفلحوا بك يا علي، أنت والله أميرهم. في ذكرى مولد المولى إمام المتقين أمير المؤمنين عليه صلوات الله وصلوات المصلين، يدور الحديث عادة عن الإعجاز الفريد الذي حصل في مولده المبارك، أو يدور الحديث عن سائر فضائله. ولكن في هذه القضية وفي هذه المعجزة وفي هذا المولد الشريف هناك جانبان آخران كثيرا ما، بل في أكثر الأحيان يغفل عنهما. الجانب الأول أبوه صلوات الله عليه، الجانب الثاني أمه صلوات الله عليها. في كل مولد، في كل ولادة، هناك ثلاثة أطراف للقضية: نفس المولود، أبوه، أمه. بالنسبة إلى أبيه، عظيم قريش، سيد من سادة المؤمنين، سيدنا أبي طالب سلام الله عليه، يدور أحيانا بعض الحديث عنه، عن مقامه
عن عظمته، عن مكانته يوم القيامة. وقد ذكرنا سابقا بعض الأدلة، والأدلة أكثر مما ذكرنا، ذكرنا بعض الأدلة على نبوة سيدنا أبي طالب سلام الله عليه. طبعا لا شك حسب الروايات الشريفة أنه أفضل من كثير من الأنبياء، بل مقتضى حديث شريف إنه أفضل من جميع الأنبياء باستثناء خاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الجانب قد يذكر أحيانا، أما الجانب الآخر وهو ما يرتبط بأمه، هذا الجانب تقريبا منسي، أو لنقل شبه منسي، لا تذكر هذه السيدة العظيمة. لا أقول قل ما تذكر، أقول نادرا ما تذكر، مع أن القضية هي أساسا مرتبطة بها. الإعجاز حصل لها، انشق جدار الكعبة من خلف الكعبة، انشق لها، بقيت هناك متنعمة تأكل من ثمار الجنة 3 أيام، هذه كلها لها. نوديت في الكعبة، سمعت النداء من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه الكرامة لها. وأية كرامة مثل هذه الكرامة؟ بل وأية كرامة، أي تعظيم أكثر من أن تكون هي أم لسيد خلائق الله بعد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه السيدة الجليلة العظيمة الهاشمية، هناك حديث شريف رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي، ورواه الشريف الرضي في خصائص الأئمة صلوات الله عليهم، ولعله في مصادر أخرى أيضا، عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها. إلى أن يقول صلوات الله عليه: فبينا أو فبينما، في نسخة أخرى، هو صلى الله عليه وآله ذات يوم قاعد إذ أتاه أمير المؤمنين وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك؟ فقال: ماتت أمي فاطمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأمي والله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في بعض المصادر النبي صلى الله عليه وآله قال: وأمي والله، ثم بكى وقال: وأماه. وقام صلى الله عليه وآله مسرعا حتى دخل فنظر إليها وبكى، ثم أمر النساء أن يغسلنها
هذه الرواية نذكرها وإن كانت الأيام أيام سرور، أيام فرح، نريد أن نستخلص من هذه الرواية الشريفة بعض نقاط عظمتها سلام الله عليها. ثم أمر النساء أن يغسلنها وقال: إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني. فلما فرغنا أعلمنه ذلك فأعطاهن النبي صلى الله عليه وآله فأعطاهن أحد قميصيه وهو الذي يلي جسده، وأمرهن أن يكفنها فيه، وقال للمسلمين: إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك فاسألوني لما فعلته. فلما فرغنا من تغسيلها وتكفينها دخل صلى الله عليه وآله فحمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها ثم وضعها يعني عند القبر، ودخل القبر فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر، ثم انكب عليها طويلا يناجيها ويقول لها: ابنك ابنك. ثم خرج صلى الله عليه وآله وسوى عليها التراب، ثم انكب على قبرها بعد أن سوى عليه التراب، انكب على القبر، ثم انكب على قبرها فسمعوه يقول: لا إله إلا الله، اللهم إني أستودعها إياك. ثم انصرف. فقال له المسلمون: يا رسول الله، إنا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم. فقال صلى الله عليه وآله: اليوم فقدت أبا طالب. في بعض المصادر: اليوم فقدت بر أبي طالب. إن كانت يعني إنها كانت إن كانت ليكون عندها الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدها، وإني ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عرات، فقالت واسوأتاه فضمنت لها أن يبعثها الله كاسية، وذكرت ضغطة القبر فقالت وضعفاه فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك لأجل هذا، وانكببت عليها. لماذا انكب على القبر؟ عفوا، انكب قبل أن يهل التراب. وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، فإنها سئلت عن ربها فقالت، يعني قالت من ربها، وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وإمامها فارتج عليها، فقلت لها: ابنك ابنك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا حديث في مصادرنا، عظمتها مذكور حتى في مصادر العامة. في حديث مفصل يرويه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، تعلمون المستدرك على الصحيحين عند العامة يعد الثالث بعد البخاري ومسلم، كتاب عندهم جدا عظيم. يروي حديثا في قضية وفاة السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. في مقطع من هذا الخبر يقول: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة. اللهم صل على محمد.
ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه، إلى أن يقول: فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وآله العبارة عظيمة: لماذا صنعت يا رسول الله هذا الشيء؟ هذا ينقله الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين. فقال صلى الله عليه وآله: إن هذه المرأة كانت أمي التي ولدتني. في بعض المصادر العبارة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، ولكن في المستدرك على الصحيحين العبارة: إن هذه المرأة كانت أمي التي ولدتني. هذا تأكيد، هذا يذكر في كتب البلاغة، هذا نوع بلاغة عندما تريد أن تبين شيئا كأنه بالضبط طبق الأصل تأتي بهكذا عبارات: هذه العبارة معناها أنها أمي أمي، يعني بالضبط هي هي، هذا معناه. لا، أحيانا أقول فلانة كأمي، هي تشبه أمي في بعض الأمور. لا، هذه ما كانت تشبه أمي في بعض الأمور، هذه كانت مثل أمي تماما. تستخدم هكذا عبارات. إن هذه المرأة كانت أمي التي ولدتني، وأخبرني جبرائيل أن الله تعالى أمر 70,000 من الملائكة يصلون عليها. في بعض مصادر العامة النبي صلى الله عليه وآله قال عنها، عن السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها، قال: إنها عبارة جدا عظيمة، إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب. وهناك أخبار أخرى وجوانب أخرى في حياتها. بالنسبة للحديث الشريف الذي نقلناه عن مصادرنا في كتاب الكافي الشريف وغيره، في هذا الحديث هناك أمور جديرة بالتدقيق بالتركيز بالتأمل فيها. النقطة الأولى: بنص عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام، هي أول امرأة هاجرت إلى رسول الله مشيا على قدميها. هذه الملايين من النساء المؤمنات اللواتي يذهبن مشيا على الأقدام لزيارة حفيد رسول الله في كربلاء، أسوتهن الأولى هي السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. ويلاحظ أن السيدة فاطمة بنت أسد عندما هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كانت لعلها متجاوزة 70 من عمرها. ابنها الكبير وهو طالب تقريبا بعمر النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عندما هاجر كان عمره الشريف 53 سنة، يعني طالب في ذلك اليوم تقريبا كان عمره 53 سنة، وهي أمه، لعلها كانت بحدود 70 أو متجاوزة 70. مشت المسافة من المدينة إلى مكة كم كيلومتر؟ لعله تقريبا 450 كيلومتر، أكثر لعله أقل، هذا الحدود. هذا في زماننا، تعلمون في زماننا الطرق أقرب
في العصور السابقة كانوا يضطرون يبعدون الطرق كثيرا بسبب وجود أراضي ما كانت القوافل تتمكن أن تمشي فيها. اليوم يجعلون هذه الأشياء، الأشياء القوية، حتى الأرض غير صالحة يجعلونها صالحة، يقربون الطرق. تقريبا اليوم 450 كيلومتر، يعني تقريبا من مسافة من البصرة إلى كربلاء تقريبا مشيا على الأقدام. أول امرأة مشت حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله. عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام جدا دقيقة، يقول هاجرت إلى رسول الله، ما هاجرت إلى المدينة، لا يهمها المدينة، الذي يهمها رسول الله هناك. كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله من مكة إلى المدينة على قدميها. أية عظمة هذه، إنها والله هي العظمة. نقطة ثانية، في أخبار عديدة في هذه الرواية الشريفة مذكور جانب، في أخبار في مصادر الشيعة، في مصادر العامة، أنها كانت تؤثر رسول الله صلى الله عليه وآله على نفسها وعلى ولدها. هذه القضية ما كانت قضية عاطفية محضة خالية من المبادئ، هذه قضية عاطفية عميقة نابعة من إدراك، نابعة من فهم، نابعة من اعتقاد. هذا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان في بيت أبي طالب وفاطمة بنت أسد سلام الله عليهما في أيام صغر سنه، من ذلك الوقت كانت تقدمه على نفسها وعلى ولدها. هذا حب نابع عن عقيدة، نابع عن معرفة، هذه عاطفة نابعة عن إدراك لمقامه السامي صلى الله عليه وآله عند الله عز وجل. وهذا المعنى مذكور أيضا بالنص في روايات شريفة، إنها كانت تعمل ذلك، كانت تجوع ويجوع ولدها حتى يشبع رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كانت تشبع قبل أن يشبع النبي. في أحد الأخبار مضمون القضية، كان همها الأول في كل يوم تبدأ يومها، في كل يوم همها الأول أن تسهل الأمور لرسول الله. بعد ذلك كانت تفكر في نفسها، تفكر في أولادها، تفكر في زوجها. ذات يوم لانشغال، لتعب، لإرهاق، نسيت أن تحضر أو ما تمكنت أن تحضر طعام النبي صلى الله عليه وآله. طبعا طعام النبي لم يحضر يعني طعام الغير أيضا ما حضر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله اختفت السيدة فاطمة بنت أسد وجعلت يديها على وجهها خجلا من رسول الله صلى الله عليه وآله. هي كانت تجوع، في بعض الأخبار أيام، أولادها كانوا يجوعون ليس مهما عندها. أما النبي اليوم بقي الطعام ما حضرته له، ذهبت اختفت في زاوية وجعلت يديها على وجهها خجلا من رسول الله. عمق الحب الحقيقي، الحب الإلهي. نقطة ثالثة، وهذه هي العظمة، إنها العظمة الحقيقية. هذه العبارات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لا نظير لها.
استثناء في التصرف، استثناء في العمل. الصلاة التي صلاها عليها كبر عليها 70 تكبيرة على ما أتذكر، هذا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، حدث مرتين فقط للسيدة فاطمة بنت أسد ولحمزة عمه الشهيد سلام الله عليهم، فقط النبي ما أتذكر أنه كبر على أحد 70 تكبيرة. استثناء. كم من أصحاب النبي ممن كانوا حول النبي وقتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا عظماء، ما صنع له أحد من الأقارب والأباعد إلا. والكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق السيدة فاطمة بنت أسد، هذه العبارة جدا عظيمة: كانت أمي التي ولدتني. العبارة هكذا كانت: كانت أمي التي ولدتني. العبارة الأخرى: أنها كانت أحسن خلق الله صنيعا إلي بعد أبي طالب. هذا في مصادر العامة، في مصادرنا هذه الرواية غيرها من الروايات. العبارات العجيبة العظيمة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، قال: وأمي والله، ثم قال: وأماه في بعض المصادر. النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي صلى الله عليه وآله الذي لا يفعل عن الهوى إن هو إلا تطبيق مشيئة الله سبحانه وتعالى، يصنع هكذا صنيع. السيد الحميري يقول: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت، وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، يعني الأنجم الأسعد، وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله، إلا ابن آمنة النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفقيه السيد إسماعيل الشيرازي عنده موشحة جميلة جدا في مولد أمير المؤمنين، 3 مقاطع من هذه الموشحة مرتبطة بالسيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. يقول: ولدت الشمس مؤنث، البدر مذكر في اللغة العربية، ولذا يعبر عن المرأة أحيانا بالشمس، عن الرجل بالبدر. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم، بشراكم أيها المؤمنون، ولد أمير المؤمنين إمامكم، نادي يا بشراكم، هذا غلام وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد، فاسجدوا ذلا له في من سجد، فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هل درت أم العلا ما ولدت؟ أم درت ثدي الهدى ما أرضعت؟ أم درت كف النهى ما رفعت؟ أم درى رب الحجى، أبو طالب سلام الله عليه، أم درى رب الحجى ما ولدا؟ جل معناه فلما يعلم. اللهم صل على محمد. أمير المؤمنين لا يعرفه أحد حتى أمه،
حتى أبيه سلام الله عليهما وصلوات الله عليه. هي أم العلا أمه، ولكن أمير المؤمنين جل معناه. أعيد هذا المقطع، هل درت أم العلا ما وضعت، أم درت ثدي الهدى ما أرضعت، أم درت كف النهى ما رفعت، أم درى رب الحجى، الحجى يعني العقل يعني الفطنة، أبو طالب رب الحجى ليس إنسانا عاديا، يعرف من هو أمير المؤمنين، أم درى رب الحجى ما ولد، جل معناه فلما يعلمي. أبارك لكم الذكرى السعيدة العظيمة العطرة لمولد سيد الوصيين إمام المتقين أمير المؤمنين سيدنا ومولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما، كما أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة لمولد حفيده تاسع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد، وأبارك لكم الذكرى السعيدة لمولد حفيده علي الأصغر ابن الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليهم هذه الأيام المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هؤلاء السادة الطاهرين، ببركات هذه السيدة الجليلة، أن يعجل الله في فرج ولدها بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك، اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله، وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهلي، وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآله الأوصياء المرضيين، واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.